أنا مسافر رايح أكشف على أمي، فصليت الجمعة في المسجد. فبعد ما صليت الجمعة في المسجد قمت صليت ركعتين العصر. ففي بعض الناس قالوا لي ما ينفعش تجمع الجمعة مع العصر، هذا كلام خطأ، واللي أنت عملته صح، واللي بيقول لك كلام دوت كلام راجل مش عارف حاجة في الأدلة ولا بيتكلم بدين. الجمع بين الصلوات طول ما أنت بتتحرك من مكان لمكان يجوز أنك تجمع بين الصلوات، يجوز أنك تجمع بين صلاة الجمعة وصلاة العصر، مفيش أي دليل على كده. والنبي كان بيجمع بين الصلوات وهو سائر، النبي كان بيجمع بين الصلوات وهو سائر. قل قولي هذا وأستغفر. لتعرف التفاصيل والأدلة ننصحك باقتناء كتاب الفقه المعاصر في الصيام، فإنه ثروة تجعلك تتقن الفقه، وهو بسعر التكلفة. الشرح في اليوتيوب مدرسة أحمد حسني.